وللحديث عن التطورات في سوريا ورفض النظام التعاطي بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل وفق القرار 2254، معنا من لندن الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. ماذا تعني هذه اللاءات الأوروبية من وجهة نظرك بعد الموقف الأمريكي الداعي لعدم التعامل مع النظام السوري؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه اللاءات في حقيقة الأمر هي لاءات قديمة جديدة، لا تعني شيء بالنسبة لنا نحن السوريين. يعني هذا الموقف الأوروبي وهو تأكيد وانعكاس للموقف الأمريكي الذي يرفض التطبيع مع نظام الأسد. ولكن ماذا تفعل هذه اللاءات؟ المأساة السورية مستمرة والشعب السوري يعاني والنظام يفرض سيطرته من بقوة داعمي الإيرانيين والروس، وبالتالي لا يوجد هنالك شيء فعلي لإنهاء مأساة السوريين والقضاء على النظام. لو أرادت هذه القوى أمريكا والاتحاد الأوروبي إنهاء مأساة السوريين ولا فعل ذلك بيوم وليلة، ولكن يبدو أن الأمر مجرد دعاية وإعلام ليس لا أكثر ولا أقل. والاتحاد الأوروبي الذي يقول أنه يقطع العلاقات مع نظام الأسد، هناك الكثير من دول الاتحاد الأوروبي يوجد لديها سفارات للنظام في عواصمها، وهذا دليل على أن هذه الدول يعني تتغاضى عن جرائم النظام بحق الشعب السوري، وهذا أمر أكيد. ولذلك نحن ننظر إلى هذه اللاءات أنها لاءات يعني قديمة جديدة لا تفعل شيئا بالنسبة لمأساة السوريين ولا ترفع الظلم والحيفة عن السوريين. وهذه عبارة عن يعني مخدر جديد ل استمرار مأساة السوريين. إذن هذه اللاءات لم تأتي بجديد في ما يجري في سوريا. إلى أي مدى أستاذ زياد ترى أن التدخل الإيراني في سوريا أوصل الأمور في سوريا إلى هذا الحد، حتى أن البعض من المراقبين يرون أن الموقف الروسي بدأ يلين نوعا ما، ولكن هنا كيف تنظر إلى التأثير الإيراني وتداعيات التأثير الإيراني على وصول الأمور في سوريا إلى هذه النقطة، وخصوصا فيما يخص تعنت النظام وعناد النظام السوري؟ لا شك أن الإيرانيين كان لهم دورا كبيرا في ثبات النظام وفي استمرار حكمه، وحتى التدخل الروسي هناك الكثير من قال أن الإيرانيين هم الذين سعوا. المقبور قاسم سليماني قيل أنه ذهب إلى موسكو والتقى المسؤولين الروس ليتدخلوا في سوريا. نحن نعلم أن التدخل الإيراني عبر ميليشياته لم يستطع يعني القضاء على الثورة السورية، وكادت الثورة السورية أن تنتصر ويسقط النظام، وتدخل الروس في 15/9/2015 وقلبوا الكفة. ولذلك الروس والإيرانيين هم الداعمون الحقيقيون لهذا النظام وبصمت دولي. الروس عندما يتدخلون، وكلنا نعلم جولات وزير الخارجية الأمريكي لم أعد أتذكر اسمه أيام أوباما، جولات مفكوكية بين واشنطن وموسكو، وهي التي سمحت بتدخل الروس واستمرار النظام، وهنالك محاولة لإعادة تأهيل هذا النظام بصمت دولي. وهذه العقوبات واللاءات التي نسمعها من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ليس لها أي مفعول، والنظام مستمر والروس والإيرانيين هم الداعمون الحقيقيون له في استمرار حكمه. طيب أستاذ زياد، كيف يمكن الاستفادة من الموقف الأوروبي في إطار الجهود التركية؟ يعني فيما يخص موضوع
أنه الوصول إلى حل سلمي؟ لا يوجد يعني حقيقة الأمر وكما نرى على الأرض لا يوجد هنالك حل سلمي في سوريا. من يتكلم عن الحل السلمي فهو واهم. هنالك القرار 2254، ولو أرادت الدول أن تحل المسألة فوضعت هذا القرار بناء على الفصل السابع، ولكن يدعون النظام إلى الحل السلمي. إلى الآن النظام لا يعترف بالحل السلمي ولم يشترك في أي مفاوضات، حتى اللجنة الدستورية التي يشترك فيها النظام يقول أن هذا الوفد الذي يوجد في من قبله ليس لا يمثله، إنما يمثل وجهة نظره. إذن الحل السلمي مرفوض من قبل النظام ويرفض، والدول الأخرى الكبرى تعلم ذلك ومع ذلك تصمت، وما زال المبعوث الدولي إلى سوريا يحاول ولكن دون أي جدوى في هذا المجال. هل تجد أن هناك شيئا قد تغير أستاذ زياد بعد الحرب الروسية الأوكرانية فيما يخص الاتحاد، فيما يخص الموقف الأوروبي تجاه النظام؟ لا شك أن يعني المقاربة بين موقف الأوروبيين وحتى أمريكا، موقفهم من سوريا وموقفهم من أوكرانيا، نجد أن هناك اختلافا كبيرا في التعاطي مع الحرب الروسية الأوكرانية والتدخل الروسي في سوريا. هم كلهم اجتمعوا لمساندة أوكرانيا، بينما لا أحد يقبل أن يقدم أي دعم للثورة السورية للقضاء على النظام. وبالتالي هنالك أمور لا بد أن نذكرها، وهي أن الروس صحيح أنهم يعني من خلال تورطهم في هذه الحرب التي لم يكن يعني يخططون لاستمرارها إلى هذه الفترة، نجد أنهم يعني بدأوا يشعرون بأن موقفهم في سوريا ووجودهم في سوريا أصبح عقبة، ولذلك يحاولون قدر الإمكان يعني إعادة إحياء النظام من خلال تقريب وجهات النظر بين النظام وبين دول المحيط، ولذلك يسعون. وهم ليسوا يعني بعيدين عن إعادة إحياء النظام وتقويته من خلال التأليف بينه وبين دول المحيط من أجل استمرار نظام الحكم. البعض يتساءل أستاذ زياد، لماذا يعني الاتحاد الأوروبي لم يضغط باتجاه الوصول إلى حل سياسي أو انتقالة سياسية في سوريا، رغم أنه يعني متضرر كثيرا من موضوع تدفق أمواج اللاجئين إليه؟ أنا قلت لك سيدي الكريم أن الحل السياسي في سوريا مستبعد، وأن المصلحة الصهيونية في المنطقة هي المصلحة العليا، وأن الصهاينة يريدون استمرار الحال في سوريا إلى ما لا نهاية، حتى يتأسس من خلال ذلك واقع يريده الكيان الصهيوني، وهو تفتيت سوريا. ولذلك كل ما يقال بأن الحل قادم فهو واهم جدا، ولذلك هذا الأمر عدم حل القضية السورية سيستمر إلى ما شاء الله من أجل أن يتشكل واقع يؤدي إلى التفتيت، وهذا ما يرغب به الكيان الصهيوني. نحن نعلم أن مؤسس بن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني قال لا حياة لكم، قال الصهاينة لا حياة لكم إلا بمحيط طائفي مقتتل، النظام الإيراني مع النظام مع الصهاينة يكملون بعضهما البعض في تفتيت المنطقة. وسوريا الآن المنطقة الشرقية نسبة التشيع عالية جدا، محيط دمشق أصبح كله متشيع، حمص أصبحت الحسينيات في كل مكان. إذن هنالك يعني عبارة عن يعني تغيير ديموغرافي وتغيير عقدي، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق ما يطمح إليه الكيان الصهيوني بحرب طائفية بين السكان
وتدمير بالنتيجة تدمير وتفكيك سوريا، وهذا ما يرغب به الكيان السوري. لا حل سياسي في سوريا في المدى المنظور. والبعض قد يقول عني أني متشائم، ولكن أقرأ الواقع كما هو ولست متفائلا في نهاية المأساة السوريين قريبا. شكرا جزيلا الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد، شكرا جزيلا.